أول حاجة ما حناديك محمد، ما حناديك جوهان، المكالمة دي بحضور والدك. إذا أنت متابع مع صاحبك ما تكون شايف إنك نازل تقول شيل الفلتر، بشيل الفلتر في أثناء الله تقول لي ما أفتري. يعني الفلتر ده أنا أخيرا أخذته بس يا دوب في السعودية، لأنه في السودان أصلا فلات المحظورة زي ما أنت عارف. فخلاص موضوع يعني ما فارق معي أصلا، فبالتالي موضوع فلتر ما فلتر ده أنا ما قاعد أركز فيه. الموضوع ما فلتر بس يا محمد، ما تأول الموضوع، الموضوع الشكل اللي انت بتطلع به والمضمون اللي انت بتطلع به ما فلتر. تمام، وقف المسألة دي يا محمد، مفهوم؟ حاضر يا اخي. المسألة دي بقول لك، انت بتعرف رامي ده؟ انت بتعرف رامي؟ السفارة السعودية القسطونية تعرف الدنيا ده كله متصل عليه يا اخي. ليه؟ اوقف لايفات احترام لك السفارة، بس وقف خلاص، وقف نهاية وشوف شوف نصوحة أرجع علي الله سبحانه وتعالى يا أخي. وقف اللايفات دي واعمل احتزاز للشعب السوداني وارسلوا لنا كان بكرة نبدأ في السفارة نوريها عليهم. تمام، هو أنت حاليا غسلين في أي كلام أو في أي مشاكل أو في أي لفظ طلع مني هناك. أنا ما قلت كيف هو مقتنع، لكن أنا مقتنع يعني يا حبيبي ده واقع مجتمع، ده ضرر مجتمعي. بتستهتر بالمجتمع السوداني كده ليه؟ انت قاعد تدور في اجيال يا ابن الحلال، الناس بتقعد تحضر ليك وبتحاكيك. يعني انا لو دلعك ما يجدون ما تطلع بالصورة دي، كلامنا واضح. يا اخي احضر كويس يا اخي. حاضر يا ابو، ما قلت حاضر، خلاص حاضر. خلاص اخر مرة اشوفك تطلع في توك توك تاني، خلاص يا واحد. تمام ان شاء الله.